السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من بودكاست سفينة عطانا فلوس ما بعد ما حد أكلتوا أما امتحان سيستم ولاد من سيستم هنشوف حاجة ليها علاقة بالديناصورات، واحتمال ان السيشن 5 هيبقى عن الهيستوري التاريخ يعني بس كنات تاريخية وكده، وبرضه احتمال ان البيتا اللي وقعت في تاسكي وتحت بقى كبيرة اوي طبعا قبل الباور ده صح، ان ده مش نايسة دي عبارة عن بيت الديناصور او بيت الكائن يعني. هو في الأغلب احتمال كبير زي ما بقول لكم إنه في بيت الديناصور. أوكي عشان شايفين يا جماعة هوريكم دلوقتي البيت بأوضح عشان شايفين قصدي الديناصور عشان شايفين لكل الديناصور أهي. فبس لو تلاحظوا في نفس الوقت في كاميرات تصوير هنا، فده يا اما من حاجتين، يا اما دي بجد ليك لتيناصور وان في تيناصورات في فورتنايت، يا اما بقى ان دي زي كده ايه تصوير زي كده بمافن. بس في اغلب زي ما بقول لكم في اخر سيسون فول هنلاقي هنشوف مود 50-50 بس واحد ناس من التيمين هما بيتحكموا بالتيناصورات زي ما بقول لكم كده. في تسريبات يعني كمان احتمال 90% انها هتحصل. اوكي ما تنسوش يا جماعة اللايك وسبسكرايب. اوكي اوكي كمان عشان شايفين الحتة في الماب هنا اهي هي اللي عايش يعني مع اللي عايز يعني يروح ويتأكد ويبص الليك لحي مكان حخاف الخريطة. باين كده في ناس في كليسي. دخلت حالا في 64 حلوت اول البيت بعدها نشوف ايه اللي تشيستو. ده في حرب دبل بامب مني مش بحس انه فيه بس استبرت ايه في تشيستو تاكتيك ولا سنسى في حاجات معطرة هي عبارة عن ال لكل الديناصور دي زي ما بقول لكم اللي عايز يروح ويشوف بنفسه لو كان مثلا بضحك عليكم او حاجة هو يروح ويشوف بنفسه هيلاقيها موجودة الا بقى لو فتحها في سيزون 5 بقى ممكن تختفي. فانا بقول لكم في الاغلب زي ما بقول لكم كده البيتا اللي وقعت فيه تاستي مش بيتا مش نايسك دي بيتا بيتا يا اما بقى بيتا دايناصور يا اما بيتا وحش. وفي تسريبات جامدة قوي وبتقول ان هو واحد بيشتغل في فولت نايت اللي قالها عبارة عن ان انا هنشوف في سيزون 5 مود. المود ده عبارة عن
متعبلان ان انا هيبقى في زي كده 50 في 50، بس تيم من التيمين هيتحكم بزي كده الوحش اللي هيخرج من نيزك على حسب ما هو بيقول. اوكي في تسليبات كتير اوي يا جماعة، يعني مش انا وحتى وحيدة اليوتيوبر اللي بقول الكلام ده، في ناس كتيرين بيقولوها، يعني في يوتيوبر كتيرين مساحيل وبيقولوا كده، وفي كمان في تقريبا كده واحد بيستخل لفورتنايت تقريبا عامل زي يوتيوب او حاجة بيتكلم برضه عن الموضوع ده. فجدعان انا طبعا مش هقولكوا حاجة، يعني مش هقولكوا، بس يعني حتى لو تلاحظوا اغلب التسليبات قبل كده بحالكوا بتحصل، وزي ما بقول لكم فخ العجلات احتمال حقيقي، ولسه في البتاع زي ما انتوا عارفين سويت البتاع كتير، وانا اتكلمت وقلت انها هتتصوت وبجد اتصوتت في نفس اليوم على طول. فورتنايت عملت لاحظت حصلت صدفة، يعني ان اول ما اتكلمت عن الموضوع ده، وكمان اغلب التسويقات انا بقولها ليكوا، يعني مش انا وحياتي بقولها يوتيوبر في عموم، وفي تسليبات انا وحيت على يوتيوبر اللي بقولها، بس في نفس الوقت هي ممكن تحصل زي ما بقول لكم موضوع التنصل. امس هقول لكم يا جماعه حاجه في الاخر تطلع غلط، يعني تسليب يا حتى لو طلعت بس هتلاقيها حاجه او حاجه زي كده، يعني لاني اكيد هاخد بالي، ما مش هضحك عليكم مثلا، يعني انا مش من النوع اللي هو اكتب مثلا فيديو اقول لك حاجه كده في الاخر ما تحصلش، يعني بحب ان المعلومات انا اقولها لحالكو يعني تطلع صح. ماشي كسر كده بتاعك اوكي. في واحد تابع هناك كده كويس اني جوه الصون. هقف كده على الوش نقلب حصينا ممكن حصينا. مش شايف اي واحد، بس هو كان في حرب بتحصل حالنا من شوية، هو حاجة تيلي سنتي مش صح. ايه بابوس ايه ده سايلنسر؟ اوكي سايف بصراحة اي حاجة يا حيصون، هتفتح في كليس ولا ايه؟ شوف كده اقبال البيت ده متلوت. واو اوكي لو ده كمان البيت ده هنطلع نشوفه. مش شايف اي حد معرفش ليه، لو في واحد لو كان يجيلي هنا اوبر في واحد تاني هنا، لكن هل هو لسه موجود؟ في برضه حد تلوت هنا، مش عايز الاول، بس عايز اشوف حد من صفر صفر خطوة. طيب كده في سلالم مبنية هنا، في فورت اوف فورت في واحد كيبني
والاتفاق في المنطقة حتى المنطقة الفلسطينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.